بارتي، لكن نعاود نكرر الموضوع لأنه موضوع مهم. فيه انتخابات هنا في الولايات المتحدة على أساس يعني في مترشحين اثنين حيكونوا على الساعة التاسعة هنا في الولايات المتحدة. التاسعة يعني كنت قريبا حوالي 3 صباحا في الجزائر يعني، لكن اللي عندهم استطاعة أو يكون عندهم الوقت إنهم يشوفوا المناظرة، حتى لو تكون يعني بالترجمة يكون أحسن، أحسن حتى تشوفوا يعني ما معنى الحريات، ما معنى التساؤل والأسئلة التي تطرح على المترشحين الاثنين. يعني أسئلة ليست يعني أسئلة في صالح المترشحين، وإنما ضد المترشحين، حتى يعني يضمنوا للشعب وللشعوب، الشعب الأمريكي يعني معرفة هذا الناس، معرفة هذا الناس في كل المجالات، ما هو اقتصادي، سياسي، مجتمعي.